السلام عليكم ورحمة الله. بدي أحكي عن الأحداث اللي حدثت في لبنان بين الأمس واليوم. بالأمس الثلاثاء الموافق 17/9 حدثت مجموعة انفجارات لأجهزة البيجر في لبنان، زادت عن 3000 حالة مؤكدة. جميعها حصلت تقريبا حوالي الساعة 3:30 عصرا، وكلها حدثت في نفس التوقيت. تم اتهام إسرائيل بأنها وراء العملية، ولكن إسرائيل لم تعلن ولم تنفي ارتباطها بالعملية، مع ورود تقارير أنه حدث اتصال ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أبلغوا فيها أنه سيكون هناك عملية صعبة في لبنان في الدقائق القليلة القادمة، ولكنه لم يزوده بأي تفاصيل. طيب، شو اللي صار؟ جهاز البيجر أولا هو جهاز يسمى جهاز المناداة أو الاستدعاء، شاع استخدامه في الثمانينات وفي التسعينات، وبعدين خف استخدامه بشكل كبير مع ظهور أجهزة الخلوي، واقتصر استخدامه على بعض المؤسسات مثل المستشفيات والشركات الخاصة إلى آخره، اللي بتتطلب من موظفيها الاستدعاء السريع دون الحاجة إلى اتصالات. البيجر جهاز مناداة لاسلكي بحجم نصف كف يد الشخص الطبيعي، وبيعمل عبر شبكات الاتصال اللاسلكية، وهو غير قادر على الاتصال بشبكة الانترنت. ولما بيستقبل الجهاز إشارة الاستدعاء أو الرسالة النصية، بتم إشعار حامل الجهاز إما بالرنين أو بالارتجاج أو بكلاهما معاً، وتظهر الرسالة النصية أو رقم المتصل إذا كان في متصل يجب الاتصال به، وطبعا مع تفعيل إضاءة الشاشة. البيجر له استخدامات مختلفة وأسباب استخدامه معظمها أمنية، كونه يصعب اختراقه وتتبع حامله كما في الهواتف الخلوية. هو بيرسل إشارات راديو عالية التردد تنتقل لمسافات بعيدة مثل إشارات الراديو، دون الحاجة إلى محطات خارجية لنقل الإشارة وتحديد الأماكن والأبراج كما في الهواتف الخلوية. لذا هو يعتبر من الأجهزة الأكثر أمنا من حيث التنصت عليه أو التجسس أو التتبع المكاني لمكان صاحبه. طيب، الشركة المصنعة للبيجر اللي انفجر منه الآلاف في لبنان بالأمس هي شركة جولد أبولو التايوانية، ولكنها قالت في بيان صحفي أنه الأجهزة اللي انفجرت في لبنان ليست من تصنيعها، وإنما من تصنيع شركة باك كونسلتنج KFT، وهي شركة شريكة للشركة التايوانية، ولها حق استخدام اسمها التجاري ومقرها في العاصمة الهنغارية بودابست. ولكن في نفس الوقت الحكومة الهنغارية أعلنت أنه لا يوجد مقر تصنيع لأجهزة البيجر في هنغاريا، وأيضا أعلنت المديرة التنفيذية لشركة باك أنهم ما عندهم مصانع وأنهم مجرد وسيط تجاري ولا يقوموا بالتصنيع. الآن الأجهزة جميعها هي حسب التقارير من عدة مصادر أنها كلها كانت عبارة عن شحنة واحدة من أجهزة البيجر، عددها 5000 جهاز، وصلت إلى لبنان قبل عدة أشهر واستلمها حزب الله. المعلومة الثانية أنه الانفجارات كلها حدثت في نفس التوقيت. إذا بنشاهد الفيديوهات والصور اللي انتشرت عن العمليات، راح نلاقي أكثر من ملاحظة. أولها، في بعض الفيديوهات كان واضح فيها أنه عملية الانفجار حصلت بعد تقريبا 3 ثواني من صدور صوت الرنين من الجهاز. النقطة الثانية، أيضا بالفيديوهات والصور راح نلاقي أنه الإصابات كلها كانت متركزة في الوجه والعينين، في كف اليد، وبعضها في منطقة الخصر. هاي المشاهدات شو بتعني؟ هاي المشاهدات بتعني انه عملية التفجير حصلت بعد ثواني من ورود رسالة نصية، وهذا ما أكدته بعض التقارير الإعلامية انه الأجهزة انفجرت بعد وصول رسالة نصية تبدو انها من قيادة حزب الله، ولكن بعدها انفجر الجهاز. إذن الانفجارات حدثت بعد تقريبا 3 ثواني من ورود الإشارة النصية. هذا إيش بيعطينا لما نربطه مع الشواهد؟
نربطه مع الشواهد اللي هي الإصابات، بنلاقي إنه بعض الناس اللي لما وردت الرسالة النصية حمل الجهاز ووضعه أمام وجهه للقراءة، وهذا هو ما يفسر الإصابات اللي كانت في أطراف الأصابع أو في مكان اليد الممسكة بالجهاز والوجه والعينين، لأنه الجهاز كان بين هذول المنطقتين، بين كف اليد الممسكة وبين الوجه والعينين اللي بتقرأ. الإصابات من النوع الثاني اللي كانت في الجهة الجانبية من الجسم من منطقة الخصر، هذه بتكون للأشخاص اللي رن الجهاز ولكن لظروف معينة ما قدر يمسكه ويقرأ الرسالة، زي ما شفنا في إحدى الصور لشخص يركب على دراجة والإصابة كانت في خاصرته وهو مستلقي على السيارة اللي بجانبه، أو الانفجار خلاه يفقد الوعي أو ممكن يموت وينحني باتجاه السيارة اللي بجنبه. فهاي الإصابات اللي في الخصر للي ما رفعوا الجهاز، والإصابات اللي في اليد والعينين للي مسك الجهاز وحاول يقرأ رسالة الاستدعاء أو الرسالة النصية. طيب كيف تمت العملية؟ هناك في عدة سيناريوهات تم تداولها بالأمس واليوم، بعضها بعيد جدا عن الواقع، ولكن الأكثر ترجيحا بناء على جميع المشاهدات والمعلومات المتوفرة هو أنه الأجهزة هاي تم السيطرة عليها باختراق أمني، وزرع كمية بسيطة من المتفجرات شديدة الانفجار بداخلها وربطها مع صاعق أيضا صغير جدا كافي لتفجير هاي الكمية البسيطة، وباستخدام مصدر الطاقة من الجهاز نفسه اللي هو بطارية الجهاز بتم التفجير. الآن هذا كيف عملية زرع المتفجرات ليتم التفجير. الآن كيف عملية التفجير نفسها؟ عملية التفجير نفسها الأرجح أنه تم زرع شريحة إلكترونية صغيرة جدا، هذه الشريحة هي اللي مهمتها أنها تتلقى الإشارة المشفرة أو الرسالة المشفرة المرسلة لهذا البيجر، ومن ثم تطلق سلسلة التفجير اللي هي عن طريق الصاعق وكمية المتفجرات البسيطة اللي تنفجر. طبعا المتفجرات شديدة الانفجار في منها عدة أنواع، ولكن الأكثر ترجيحا اللي هم مادة الـ PETN أو الـ RTX، لأنهم هم أكثر المواد شديدة الانفجار. هذه المواد كمية بسيطة، يعني قد تكون بالجرامات ما بين 3 إلى 15 20 جرام، تكون كمية كافية لإجراء هذا التفجير ولحدوث الإصابات اللي شفناها بالفيديوهات. إذن الجهاز يستخدم بشقين، أولا يتم زرع متفجرات في داخله ويتم وضع شريحة لتلقي الإشارة المشفرة، ويتم استخدام بعض مكونات الجهاز وأهمها مصدر الطاقة اللي هو البطارية لتفعيل سلسلة التفجير، ويتم استخدام الشريحة الإلكترونية التي تم زرعها في الجهاز لاستقبال الإشارة المشفرة عفوا، ومن ثم تحدث سلسلة التفجير. بالنسبة لنظرية أخرى انتشرت كثيرا اللي هي نظرية التسخين، هذه النظرية طبعا لا هي علمية ولا هي عملية لأسباب كثيرة متعددة، ولكن يعني خلينا نقول من أهمها أنه عملية التسخين أولا بتتم بشكل تدريجي، بمعنى أنها ما بتتوافق لا مع الأحداث اللي صارت ولا مع المشاهدات اللي احنا شفناها ولا حتى مع المطلوب من العملية، بمعنى أن عملية التسخين تتم تدريجيا، لا تتم رفع درجة الحرارة بشكل مفاجئ من الصفر أو من الحالة الطبيعية إلى حالة التفجير، وبالتالي يجب أن تكون هذه الحالة تدريجية وإن كانت سريعة. هاي الحالة التدريجية هي فعليا إحساس الشخص بأنه الجهاز في جيبه أو في إيده بيسخن، هذا بيدعوه أنه يلقيه بعيدا عنه، مش انه يرفعه ويتفرج عليه بعينه. فنظرية التسخين هاي نظرية بعيدة جدا عن الواقع، بس لانها انتشرت كثير حبيت بس احكي عنها. بالنسبة للانفجارات اللي حدثت اليوم، الانفجارات اللي حدثت اليوم حدثت في جهاز اتصال لاسلكي اخر يسمى جهاز الووكي توكي،
وهو من أجهزة الاتصال اللاسلكية اللي بتعمل بترددات طويلة المدى، وبتحتاج إلى أبراج لإيصال الإشارة، لأنه هاي الأجهزة إشارتها بتعيقها الحواجز مثل الأبنية والتضاريس الطبيعية وغيرها. وبتختلف عن أجهزة البيجر أنها بتعمل باتجاهين، بمعنى أنه حامل الجهاز بيقدر يستقبل رسالة كلامية، كلام من شخص، وبيقدر هو يرد عليه، فهو جهاز اتصال كلامي في الاتجاهين. هذا الفروقات الرئيسية بينه وبين البيجر اللي هو كان محور تفجيرات الأمس. إذا لاحظنا أنه أجهزة الأوكي توكي اللي انفجرت اليوم في بعضها انفجر بدون ما يكون مع حامله، وبعضها كان مع الشخص اللي حامل للجهاز، مشان هيك شفنا الانفجارات بعضها في منازل بدون إصابات، وبعضها مع إصابات، بعضها في مركبات، بعضها بسيارات، ولكن بشكل عام كانت الأعداد أقل من أعداد الإصابات والجرحى اللي امبارح، لأنه هذا الجهاز انتشاره أقل واستخدامه بيكون محصور في مناطق ضمن مديات أقل من حيث المسافة. ولكن لما بنشوف أنه جهاز البيجر بيشتغل بالطريقة اللي شرحناها الأولى اللي هو استقبال الرسالة أو النداء، وجهاز الوكي توكي اللي هو بيشتغل باتجاهين، وبنلاقي أنه الاثنين تم تفجيرهم بنفس الطريقة، هذا بيعزز النظرية أنه الجهازين تم اختراقهم مع اختلافهم الكلي في آلية العمل وفي التصميم وفي الحجم وفي الأجهزة المساعدة، سواء بده أبراج أو ما بدوش أبراج كما في الحالة الأولى والحالة الثانية. هذا بدل على أنه نظرية أنه الأجهزة هاي فعليا تم اختراقها وتم وضع مواد متفجرة فيها، ووضع شريحة لاستقبال الإشارة حسب نوع الجهاز. هذا بيعزز أنه هذه النظرية هي الأقرب للواقع، لأنه الانفجارات صارت بين أجهزة مختلفة كليا، ولكن عملية التفجير تمت بنفس الطريقة. طب بالنسبة لعملية الاختراق اللي قلنا أنها حدثت لهذه الأجهزة، أول شيء الأجهزة هذول أجهزة البيجر وأجهزة الوكي توكي اثنين من شركتين مختلفتين، ولكن تم شرائهم تقريبا في نفس المدة الزمنية. الأجهزة اللي انفجرت من البيجر كلها من شحنة واحدة، وغالبا سيظهر أنه الأجهزة الوكي توكي أيضا رح تكون شحنة واحدة، لأنه كل الدلائل تشير إلى ذلك، والاستيراد تم بنفس الفترة تقريبا. فهذا بيقول أنه من السهل تتبع عملية الاختراق، لأنه الاختراق يكون في سلسلة التوريد من النقطة الأولى اللي هي مرحلة التصنيع اللي احتمالها مستبعد لأسباب مختلفة، النقطة الأخيرة اللي هي وصول الأجهزة إلى المستخدم النهائي، وهم عناصر حزب الله في هاي الحالة، وبرضو في هاي الحالة بكون مستبعد جدا أنه يكون في هاي المرحلة تم الاختراق، لأنه الأجهزة توزعت. فعملية الاختراق تمت في مرحلة ما بين هذول النقطتين، والأرجح أنها تكون في المراحل اللي في النصف الأول من سلسلة التوريد. ليش؟ لأنه بالنصف الأول من سلسلة التوريد تكون عملية التغليف وعملية التخزين وعملية الشحن والنقل، هذا كله بيكون في النصف الأول. النصف الثاني اللي هي وصول الشحنة واستلامها من أصحاب العلاقة، في هاي الحالة قيادات حزب الله، ثم تجهيزها ووضع إشاراتهم أو رموزهم وما إلى ذلك عليها، ومن ثم بدء توزيعها حسب تسلسل التوزيع المقرر عندهم. فالمرجح أنه يكون في النصف الأول من هاي السلسلة تم عملية الاختراق. ولما بنقول أنهم شركتين مختلفتين وأنه كل شحنة منهم هي شحنة واحدة، هذا بيضيق مساحة البحث في أي نقطة من نقاط سلسلة التوريد تمت عملية الاختراق. بالإضافة أنه في معلومة جديرة بالذكر، أنه صرحت بعض المصادر اللبنانية أنه هاي الأجهزة لم تمر عبر الجمارك ولم تفحص فنيا، وإنما تم تسليمها مباشرة إلى قيادات حزب الله، وهذا أيضا بيعزز نظرية أنه الاختراق تم ما قبل ذلك
في النصف الأول من سلسلة التوريد، لأنه هو الشيء الطبيعي اللي فيه مساحات زمنية وفيه بعد عن الرقابة اللي يمكن أنه يتم التعامل مع كل هذه الأجهزة اللي أعدادها بالآلاف وفتحها وإجراء العملية اللي شرحناها. آخر شيء مهم بدي أحكيه بهذا الموضوع، أنه إذا أخذنا هاي العملية وشفنا إيش يعني الفائدة اللي ممكن تكون حققتها إسرائيل، سنجد أنها حققت يمكن نجاح تكتيكي مؤقت، والشواهد والدلائل بتقول أنه الأصل أنه هذه هي كانت ورقة رابحة جدا في حال بدأت الحرب الموسعة أو الشاملة بين إسرائيل وبين حزب الله اللي إسرائيل بتهدد فيها من أسابيع. هذه الحرب الشاملة لو كانت إسرائيل تملك هذه الورقة لما استخدمتها فقط في إحداث الإصابات في عناصر حزب الله، لكانت استخدمتها كافتتاحية لتلك الحرب الموسعة على حزب الله، ولأدت إلى إرباك شديد وشلل في منظومة الاتصالات لحزب الله، وضغط على نظام المواصلات وعلى نظام الاتصالات وعلى النظام الصحي في لبنان، لعملت إرباك شديد جدا لحزب الله وأوقعته في صدمة مبدئية في بداية الحرب الموسعة لو كانت استخدمت هذا الكرت. لذا من المرجح أنه اللي صار مبارح واللي صار اليوم، نحكي أولا عن اللي صار مبارح. اللي صار مبارح غالبا هو الخطة باء، وهو شيء اضطرت إسرائيل لاستخدامه لاعتبارات معينة، منها أنه قد يكون وردهم معلومات أو وردهم إشارات أمنية أنه هاي العملية قد تكشف أو أنه تم الشك بالأجهزة، فبالتالي فضلوا أنها يتم تفجيرها بدل ما يروح كل الجهود اللي بذلوها سابقا لتفخيخ الأجهزة كما أسلفنا سدى. أما بالنسبة لعملية اليوم فهي أيضا تندرج في هذا السياق، ولكن يضاف عليها أنه سيكون من الطبيعي أنه بعد ما يفيق حزب الله من صدمة البيجارات قد يبدأ بمراجعة الأجهزة اللاسلكية الأخرى، وخصوصا الشحنات التي وصلت مؤخرا من عدة أشهر، وهذه الشحنة اللي انفجرت اليوم أكيد راح تكون منهم، وبالتالي راح يكتشفوا كيف آلية التفخيخ وكيف آلية التصنيع. فأيضا قرروا أنه اليوم كمان يفجروا الأجهزة اللي هي الوكي توكي. بالإضافة لنقطة أخيرة فنية بدنا نقولها، أنه عملية زرع المتفجرات شديدة الانفجار والصاعق الصغير أيضا شديد الانفجار، هي في هاي العمليات يتم وضعهم بحيث أنه الانفجار يدمر كل الأدلة، بحيث أنه ما بيظل شيء أنه ممكن أنه تستفيد منه. طبعا إحنا بنحكي عن الأدلة العينية، أما الأدلة المخبرية فبتظل موجودة لأنه ما في انفجار كامل 100%، وبالتالي بيظل أدلة ممكن أنك تحصل عليها من المختبر، ولكن الأدلة الملموسة اللي ممكن تشوفها يعني أنه بقايا الشريحة، بقايا كبسولة التفجير، هاي الأشياء لا، هي مصممة بحيث تكون صغيرة جدا وبحيث يكون المتفجرات بتغطيها، ولما يحدث الانفجار بتم تدميرها تماما. وبالتالي كان من الضروري أنه يتم التفجير على الأقل بحققوا إصابات بين أعضاء حزب الله، وبنفس الوقت بدمروا الأدلة اللي ممكن تدل كيف تمت عملية تفخيخ الأجهزة. يعطيك العافية.